من جديد أهلا بكم أحبائي في برنامج عصر الآباء يتكلم. حلقة النهاردة عن قديس من القديسين المدافعين عن الإيمان المسيحي، هو الشهيد يوستينوس أو جاستن باللغة الإنجليزية، بيسمى القديس جاستن. والشهيد يوستينوس ولد في مدينة نابلس، ومدينة نابلس هي في فلسطين في أوائل القرن الثاني الميلادي. ولد في أسرة وثنية وتعلم مبادئ الديانة الوثنية السائدة في ذلك الوقت، وتعلم الفلسفة اليونانية منذ صغره، وكان يميل إلى حب الفلسفة زيه زي كتير من أقرانه في ذلك الزمان وذلك الوقت. وكان كل الهدف أن هم يتعلموا في إحدى المدارس الفلسفية الكبرى، مدرسة الأسكندرية أو مدرسة روما، لكن كان عنده رغبة داخلية في معرفة الله عن قرب. فيقول في إحدى كلماته، حتى الكلمات بتاعته المملوءة بحب الله، يقول كده: القلب مليء من الرغبة في سماع ما هي الفلسفة الحقة والحسنة التي تقودنا وحدها إلى الله. يعني عنده رغبة داخلية ملحة في أنه يعرف ويسمع الحاجات اللي تقربه وتقوده إلى أنه يكون مع ربنا. عشان كده إن فهم الأشياء غير المادية قد أثرني أثرا قويا. دي من كلمات الشهيد يوستينوس. تتلمذ يوستينوس على يد أحد الفلاسفة الرواقيين في البداية، لكن سرعان ما ترك الفلسفة الرواقية لأنها فلسفة نفعية، ولأنه لم يلقنه شيئا جديدا عن الحقيقة ومعنى الوجود. ثم ذهب إلى مدرسة فلسفية أخرى، ولكن لم يجد فيها ضلته المنشودة. التحق بعد ذلك بمدرسة الفيثاغوريين، وهي فلسفة تميل إلى البحث العلمي أكثر، ولم يتمكن من الصمود طويلا، لأنه المعلم فرض عليه أن يدرس الموسيقى والهندسة وعلم الفلك والنظريات الفيثاغورسية، وهي أيضا لا تمت بصلة إلى تطلعاته الروحية في معرفة معنى الوجود. ثم تحول إلى دراسة المدرسة الأفلاطونية، واستراح أثناء دراسته للمدرسة الفلسفية الأفلاطونية، لأنه وجد أن هذه المدرسة بتقدم له يوتوبيا، اللي هي العالم المثالي، المدينة الفاضلة في الفلسفة الأفلاطونية، وكأنه هو عالم افتراضي مش موجود على الواقع لكن يتمناه ويرغب فيه الإنسان. وعالم المدينة الفاضلة أو اليوتوبيا، يوتوبيا أفلاطونية، هو عالم غير موجود في النظرية الأفلاطونية على الأرض، لكنه يجب أن نسعى لأن نحققه. فهو وجد أنه فيه كتير من الأخلاقيات الراقية السامية اللي ممكن تقربه من اللي هو عايزه في معنى والغرض من وجوده على الأرض. لكن سرعان ما أحس بخواء روحي وفراغ روحي في هذه المدرسة الأفلاطونية الفكرية، لأنه عندما تقارن بين الأفكار الفلسفية الراقية العالية تجدها كأنها في برج عاجي، يعني برج فوق الرؤوس البشر، وكأنهم بيتمنوا أمور غير الواقع. الواقع البشري فقر، جوع، عري، خطية، نجاسة، شر، قتل، شهوة، لكن الأفكار الفلسفية عايزة ترتقي بهذه الأمور كأنه فوق الواقع. فهو لما بيقارن واقع الإنسان وشره ونجاسته بواقع المدارس الفلسفية الافتراضية اللي بتفترض عالم مثالي أخلاقي يعني أفضل ما يكون، بنقدر نكتشف أن هذه المدرسة لا تقدم حلا جذريا لمشكلة الخطية الأصلية في قلب كل إنسان، وأنه مصدر الخطية مش اللي براه، لكن المصدر هو قلب الإنسان، منه مخارج الحياة. فاللي بيخرج من الإنسان هو اللي بينجس الحياة، هو اللي بيفسد هذه الخليقة. عشان كده لم يجد في هذه المدرسة أبدا أي حاجة ترويه وتروي عطشه للمعرفة. ذهب إلى ضواحي قيصرية فلسطين وتعرف على شيخ كبير مسن لكنه مسيحي، ومن خلال حواراته مع هذا الشيخ بدأ يدرك عجز الفلسفة حتى الأفلاطونية منها عن إيجاد الشبع الروحي الحقيقي
الذي وجده في إجابات هذا الشيخ المسيحي. سنة 130 ميلاديا اهتدى يوستينوس الشهيد إلى الإيمان المسيحي، وأخذ على عاتقه الدفاع عن المسيحية أمام الأفكار الفلسفية المنتشرة في ذلك الوقت، واقتنع يوم ذاك عندما اهتدى للمسيحية وأدرك أن الحاجة اللي تروي عطشه هي المسيحية، ولقى فيها أن كل الإجابات الشافية والأكيدة ضد الأفكار الفلسفية المنتشرة في ذلك الوقت حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، التي يجد فيها الإنسان معنى لوجوده ومعنى لحياته وغرض من أجله يعيش، هي في قبول المسيح، هي في قبول شخص المسيح فاديا مخلصا ربا وملكا على الحياة. فيقول في أحد أقوال القديس يوستينوس جاستن: أخذت بحب الأنبياء ورأيتهم أنهم أصدقاء لشخص المسيح، وكان يحب قراءة الكلمة المقدسة، ووجد أنه العهد القديم والعهد الجديد أصدقاء، مفيش تضاد بينهم، لكن وجدهم وحدة شاملة قادرة على أنها تجيب على كل تساؤلاته. عشان كده كان بيقول: أنا بشوف أن دول ودول مع بعض أصدقاء. وبتشجيع من هذا الشيخ المسن المسيحي قرأ يوستينوس الإنجيل، رسالة الخبر السار، ففرح قلبه واعتنق بالحقيقة الأكيدة المؤكدة. فيقول أيضا في أحد كتاباته: جميع الذين يقدرون على قول الحقيقة ولا يقولونها سوف يدينهم الله. اللي يقدر يقول الحقيقة وما يقولهاش ربنا هيدينه. عشان كده يوستينوس جاستن كان رجل استطاع أن يعيش الإيمان المسيحي بكل أفكار الآباء وبروح الآباء بشكل واضح جدا. كان لي حوارات مشهورة جدا في جداله مع الفلاسفة والأفكار دي. فأثناء إقامته في مدينة أفسس حدث جدال، وده جدال هام مسجل، بينه وبين تريفون، وهو عخام يهودي وعالم في اللغات العبرية والكتاب المقدس، وأيضا يعرف اليونانية، فما كانش راجل عادي يعني. لكن تريفون ده كان حاخام يهودي وعالم في الكتاب المقدس وأحد الكتبة للكتاب المقدس. ودون يوستينوس هذا الحوار تحت مسمى حوار مع تريفون، وتميز هذا الحوار بشجاعة فائقة ضد الكنيسة المتهودة في ذلك الوقت من الجماعة المسيحية الناشئة في ذلك الوقت. لكن أمام هذا الجدال والصراع كان يوستينوس محبا إلى عمل المحبة والدعوة المسيحية للمحبة أمام كل الهرطقات التي كانت في هذا الوقت. كانت دعوته الأساسية إلى أنه مفيش شبع تاني هيروي عطشك، مفيش حب تاني هيروي حياتك إلا شخص الرب يسوع المسيح. لكن في سنة 166 ميلاديا وشى به أحد الفلاسفة إلى والي روما مع آخرين من المسيحيين، وقال إن هم أحد الناس اللي بيجادلوا بيحاوروا الإمبراطورية، وهذه الوشاية كانت سبب بأنه مات بحد السيف تقريبا في سنة 166 ميلادية. عشان كده بنشوف في شخصية الشهيد جاستن إنه رجل ولد في منطقة في الميدل إيست، في قيصرية فيلبس، في قيصرية فلسطين وهي مدينة نابلس في القرن الثاني الميلادي، لكن كان حبه وشغفه بشخص الرب يسوع المسيح كان لا يقاس بأي رجل في ذلك الوقت من القلوب الملتهبة المدافعة عن الإيمان المسيحي. عشان كده أحبائي عايزين النهاردة وإحنا بندرس هذه الشخصية الرائعة نتمثل بسيرته. يمكن واحد من الأحباء يسألني يقول لي: تسليم الآباء وسيرة الآباء هل لها أهمية؟ أقول له نعم،
لأنه في أوردر إلهي أن ينبغي أن نتمثل بسيرة هؤلاء. هؤلاء لم يعيشوا في الكنيسة ولم يسمح الروح القدس بتسجيل كتابتهم في الكنيسة، ليس من قبيل الصدفة أو من قبيل الاحتفاظ بمخطوطات في المتاحف، لا، ده علشان ندرس ونفحص بشكل نقدي وبشكل منفتح على الروح القدس، ونفهم أن كتاباتهم كانت سبب بركة لنا، وجيل بعد جيل كانت تورث هذه الأفكار ضد كل الهرطقات اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت. عشان كده أحبائي أنا بشجعكم على دراسة تاريخ الكنيسة، وإن إحنا نشوف من الأحباء الآباء قدوة لنا في الإيمان وصمودا ضد كل الأفكار والتحديات. كان ممكن يوستينوس يقول أنا ماليش دعوة بتليفون الراجل ده، ولا أواجهه ولا أحاور معاه ولا أجادل، وخلينا ماشيين جنب الحيط. لكن الحقيقة ده ضد عمل روح الله القدوس. أنا في رأيي أن الذي يستطيع أن يقول الحقيقة ولا يقولها يدينه الله، وده مقولة من أقوال القديس يوستينوس لما بيقول أن الشخص اللي ما يقدرش يقول الحقيقة وما يقدرش يعبر عنها سوف يدينهم الله. جميع الذين يقدرون على قول الحقيقة ولا يقولونها سوف يدينهم الله. عشان كده أمر مهم جدا أن إحنا نقول الحقيقة ولو على رقبتنا. هذا تشجيع للكنيسة المضطهدة في كل مكان، برغم استشهاده بحد السيف إلى أنه عند آخر لحظة برغم الوشاية كان ممكن يتراجع عن أفكاره، كان ممكن يكتب أي تعهد يقول لهم أهعلم في مدرسة من المدارس الفلسفية الأفلاطونية، لكنه لم يتراجع لحظة ولا طرفة عين، وقرر أنه يسلم رقبته لحد السيف في سبيل أنه لا ينكر إيمانه، ويكتب ضد الأفكار التهودية وضد الأفكار الفلسفية في ذلك الوقت مهما كانت التحديات. عشان كده أحبائي الكنيسة المسيحية في كل عصر وكل جيل تحتاج إلى خدام أمناء يكتبون ويدافعون عن الإيمان المسيحي، ويدرسون الأبولوجيستك علشان يقدروا يدافعوا عن كل الهرطقات اللي موجودة في ذلك الوقت اللي احنا موجودين فيه في القرن 21. وبرنامجنا عصر الآباء يتكلم هو محاولة، وأنا أقول بكل تواضع حقيقي أمام أحبائي المشاهدين في كل مكان، هو محاولة متواضعة جدا لتثقيف الشعب المسيحي وإدراكه بوعي جديد أنه لنا كنوز وتراث أبائي ينبغي أن نتخذه ليس كتسليم مسلم فقط، لكن ينبغي أن نتخذه كقدوة لنا في رحلة الإيمان المسيحي. ففي رحلة الإيمان نحتاج أن نتمثل بسيرة الأقدمين، ليس عن قبيل التسليم الأعمى، ولكن التسليم الذي هو بعين نقدية طبقا لعمل الروح القدس في قلب كل واحد فينا، وأيضا طبقا لكلمة الله المقدسة. عشان كده أحبائي مهم جدا أن احنا ندرس ونفحص ولا نشعر أبدا. أنا حاجة من ضمن الحاجات اللي أثر فيها دراستي لشخصية يوستينوس هو حبه للمعرفة، وأنه مفيش حدود إلى أنه يعرف كل الأفكار اللي محيطة به ويقارن بينها، فهذا يجعله على يقينية الإيمان أكثر من كل الماضي. أحبائي المشاهدين أدعوكم إلى أن نكون مثل أهل بيرية، نفحص الكتب لنجد خلاصنا، نفحص الكتب لنجد إيماننا المسيحي في كل مكان. رغبة مني ومحبة مني خالصة أن أقدم لكم في هذا البرنامج بعض الدراسات الكتابية وبعض الدراسات الأبائية لكي نستطيع أن تكون زادا وعونا لنا في رحلة حياتنا الروحية. أراكم في ملء البركة وحلقة جديدة، وناخد فاصل بسيط من برنامجنا عصر الآباء يتكلم. سلام المسيح معكم. يا يسوع المسيح، أتوسل إليك أن تكشف لكل من يطلب منك عن سر تواضعك، عن سر حبك ومجدك وكمالك الذي أعلنته وكشفته لمختاريك، في سر تجسدك
في سر موتك وقيامتك وصعودك. آمين. أهلا بكم من جديد أحبائي بعد الفاصل من برنامج عصر الآباء يتكلم. نصنا النهاردة في رومية 5، وأحد النصوص الدفاعية الرائعة في كلمة ربنا، عشان كده عايزين نقراها وتركزوا معايا أحبائي المشاهدين، ونقدر نستخلص أفكار جميلة جدا عن انسكاب المحبة الإلهية. بيقول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. احنا تبررنا بالإيمان ولينا سلام مع الله، وصار لنا الدخول بالإيمان إلى النعمة التي نحن فيها مقيمون. بإيه بقى؟ نفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، وعالمين أن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى. ليه بقى كل الأمر ده؟ لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لازم نضع حد فاصل بين محبة الله في قلوبنا ومحبتنا لذاتنا. لما الإنسان بيبقى عنده طموح وعنده رغبة ملحة إنه يعني يسكب محبة لشيء في حياته، الأمر هنا فيه سر غريب جدا. إما إنك تبذل كل ثمين وغالي من أجل ذاتك والمجد يعود ليك، المجد ليك يا ذاتي، أو تبذل كل ثمين وغالي من أجل إنه محبة المسيح انسكبت في قلبك بالروح القدس. لأنه بدون عمل انسكاب الروح القدس في قلبك لن تستطيع أن تحب عمل المسيح، ولن تستطيع أن تفهم معنى التبرير، ولن تستطيع أن يثمر في حياتك أي شيء صالح. عشان كده والروح القدس فوق عمله من أحد أعماله المهمة، وهو عمل مهم جدا، هو يعمل من خلال الأعمال التي نعملها دائما حينما يكون الانسكاب الكامل لعمل الروح القدس في قلبك بالمحبة، يكون الهدف منه هو تمجيد الله. فانسكاب الحب الإلهي بواسطة الروح القدس هو عمل جديد في الطبيعة البشرية، وهو متمم للفداء والتقديس بالدم الإلهي. فالحب الإلهي المعطى لنا هو ثمرة من ثمرات الصليب، لأن الصليب هو إعلان حب الله ليك وليا ولكل العالم. فالحب الإلهي حينما يشتعل في القلب يكون أول علامة حية ساخنة من علامات الاقتراب الشديد من الله، والذي يمهد الاتحاد. ليه؟ لأن الله إيه؟ محبة. أوعى ننسى، فالمحبة الإلهية شيء آخر غير المحبة البشرية أو المحبة الطبيعية. فمحبة الله أقرب إلى النار في طبيعتها منها إلى أي شيء آخر نعرفه. هي ليست صفة، بل طبيعة إلهية ذات فاعلية عميقة وتأثير شديد كالنار على كل كيان الإنسان. حينما تنسكب فيه وتسكن فيه تغير كل شيء فيه، تغير من طبيعتها ذاتها، فتخلق فيها إمكانيات، وتحمل في داخلك طاقات جديدة وإدراك جديد، وتلغي منك الضعفات والنعرات الذاتية والاضطرارات اللي ميؤوس منها. لأن الحب هو القوة الحقيقية التي تصححك وتصحح ذاتك، والتي تعطيك سيادة وسلطان لا حدود لجبروتها. غايتها في الإنسان أن تجعله أكثر ملائمة للحياة مع الله، متناغما مع إرادته المقدسة ومتوافقا مع غايته. ما يصنعه الحب الإلهي في كل واحد فينا، كل حسب احتياجه، حين يصير كل إنسان قريب من أخيه الإنسان. فالحب الإلهي هو الذي
يزوب العلاقات بين الناس بعضها وبعض. فأنت مش بتحب حب مصلحة مش عشان هو بيديك فأنت بتديله، لا، أنت بتحبه لأنه المسيح حبه. وضع مختلف تماما وفكر مختلف تماما. العالم بيقدم فكرة المحبة المشروطة، يعني 1+1=2، ده المنطق يقول كده. فالمحبة المشروطة تنسكب من قلوب المصالح المشتركة بينهم، لكن المحبة المسيحية هي محبة غير مشروطة، المصدر بتاعها هو انسكاب محبة الله في قلبك وحبك للآخر لأنه مخلوق على صورة الله، وحبك للإنسان. لما المسيح بيقول تحب قريبك كإيه؟ كنفسك، دي أعظم وصية، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. فالموضوع مرتبط بمحبة فيها دفء وعمق مختلف تماما عن المحبة المشروطة بمصالح فردية ذاتية، لكن محبة المسيح مرتبطة بحب حقيقي. في البداية بيسكب الله الحب سكيب الروح القدس في قلبك، وذلك لما يبلغ الإنسان درجة إنكار الذات فتتم الشركة مع الله، وبعد ذلك يفيض الحب الإلهي من الإنسان على الآخرين بفعل الروح القدس الساكن في القلب. بعدما ينجح الروح القدس في تحطيم كبرياء الإنسان وتنظيف وسخات قلبه ينسكب الحب الإلهي في القلب، ولا يمكن أن يتم هذا الانسكاب إلا بعمل الروح القدس. فلا يوجد فاصل زمن ولا فارق كياني يفصل أو يفرق بين الحب والروح القدس، فحالما يوجد الروح القدس تنسكب المحبة الإلهية في القلب المتعطش لله، وده اللي قريناه في رومية 5:5، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. مفيش أوضح من كده. تيجي تقول لي أنا بحب فلان، أنا بحب فلانة، أنا بحب الخدمة، أنا بحب الكنيسة، لو الروح القدس ما اتحدش بيك وخلاك تقدر تحب هذا الأمر هيبقى مجرد محبة مصلحة تزول قدام أول تحدي يتحداك به الواقع. فيجي واحد يقرب في الخدمة من كرامتك، تلعن اليوم اللي خدمت فيه واليوم اللي خدمت فيه معاه، وتكره عيشتك وتكره الخدمة وتتعصر وتزول. ممكن يبقى ليك سنين، لكن لو ما فيش محبة منسكبة في قلبك بالروح القدس، لو ما بتنسكبش قدام الله وتكسر ذاتك، هيبقى الموضوع كله شكل، قدام أول تحدي ينكسر. عشان كده أحبائي، طالما الروح القدس ساكن في حياتك في القلب فالمحبة تفيض بلا مانع، بل وبسرور شديد كأنهار ماء حي تروي أينما تجري. لا يمكن أن نفصل بين الحب الإلهي والروح القدس، ولكن تعوزنا الحكمة لندرك أن انسكاب الحب في القلب ليس معناه غياب الروح القدس، ولكن يكون سببه انشغال الروح القدس بتأديب الإنسان وتنظيف وسخاته أولا. الروح القدس لا يكل ولا يمل من التأديب والتوبيخ، فهو لا يطيق أي خطية مهما كانت صغيرة لأنها تعيق انسكاب الحب وتعيق سكناه. فإيه اللي بيعيق انسكاب الروح القدس؟ الخطية، وسخات القلب، النجاسات اللي بنتنجسها من العالم واهتماماته اليومية. فتأديب الروح القدس وتوبيخه المستمر للقلب هو الحب في أعمق درجاته العملية. فأول حب ليك من الله هو إنه ينقيك، يغسلك، يقدسك، ينقلك نقلة جديدة، يغير قلبك ويزيل منه كل الوسخات، كل النجاسات، كل التراكمات. عارفين انتوا احبائي الامر ما بيجيش مره واحده، يعني النهارده لما غرفه في البيت تسيبها ما تنظفهاش تقول انا منظف الصاله ومنظف المطبخ ومنظف كل حاجه، لكن الاوضه دي يعني انا سايبها ستورج كده، لو دخلتها بعد فتره هتلاقيها ايه؟ مليانه بكل انواع الاتربه، تقول ده انا قافلها، تراب، وساخة، حشرات، ممكن تلاقي فران، ممكن تلاقي فيها قذرات كتيرة جدا. أي غرفة في قلبك مغلقة على ذاتها
لم تتنقى هي سبب مرار وإعاقة لانسكاب الروح القدس. علشان كده على الكنيسة إنها تدرك إن أي إعاقة الخطية اللي في قلبك ولو قد كده، إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي يا رب، لا يستجب لي يا رب، الخطية الصغيرة عند الباب، خطية رابضة، أي حاجة كده صغيرة، غبار كده، وساخة كده جت على الإزاز، هتشوف إزاي هتعيق انسكاب الروح القدس، هتعيق المحبة اللي بتنساب من المسيح في حياتك للآخرين. فالناس مش هتشوف فيك ولا هتشوف في شهادتك، إلا هتشوف ذاتك، وده شيء خطير جدا. عشان كده الخدمة لما تكون ذاتية وما فيهاش إنكار ذات وما فيهاش انسكاب محبة، هيبقى أمر صعب جدا جدا. فالروح القدس لا يطيق أي خطية مهما كانت صغيرة، مهما كانت صغيرة. واحد من الناس يقول لي إيه؟ قصدي كدة بيضة، قصدي خطية صغيرة. واحد من الناس يقول لي أصل أنا يعني كنت لازم أعمل كده، أنا كنت يعني مجبور. لا لا لا، ما تقولش كده، ما تقولش كده حبيبي، ما تقولش كده حبيبتي، لأنه الوضع خطر جدا إنك يبقى في حياتك خطية تعيق خدمتك وتعيق بركة انسكاب الروح القدس في حياتك. فأي خطية ولو صغيرة بتعيق انسكاب الحب وتعيق كمان تعميق سكناه في حياتك. لكن أعظم حب إلهي هو إنه ينقيك النهاردة من الخطية الرابضة عند الباب. أعظم معجزة بتتم في التاريخ الإنساني كله هو إن ربنا بنفسه بذاته يسكب سكيب الروح القدس الناري. عشان كده بنقول إنه طبيعة المحبة المسيحية مش صفة، مش صفة يقول لك أنت محب، لا مش صفة، دي طبيعة منسكبة أساسا من طبيعة نار الله الروح القدس اللي بتطهر من كل الشوائب. فلو في شوائب ما تبقاش محبة روحية، تبقى محبة جسدانية شهوانية مصلحية. لكن الموضوع كله مرتبط بأن الحب الإلهي لا ينسكب من الله في القلب إلا بعد أن يتم إزالة كل وسخ الخطية من قلب الإنسان، إلا عندما ينجح الروح القدس في تطهير القلب من أي حب آخر، أي شريك آخر. عشان كده بنقول المثل ده أحبائي، أنه ما ينفعش تعرج بين الفرقتين، ما ينفعش يبقى في ازدواجية في حياتك، ما ينفعش. أصعب معوقات انسكاب الحب الإلهي هو حب الذات، هو حب الشهرة، هو حب المنصب، هو حب التسلط، هو حب إدراك إنه أنا. لما تيجي النهاردة وتتحد مع كلام الرسول بولس في رومية 5:5، لازم تكسر ذاتك عشان البر يملاك، لازم تكسري ذاتك علشان سكيب الروح القدس يملى حياتك، عشان نهر يجري. عارفين ده عاملين زي ايه؟ لما بنبني السدود على الانهار، زي نهر كده مثلا السد العالي في مصر عند نهر النيل، وهم عايزين يبنوا سد تاني اسمه سد النهضة في اثيوبيا، ده بيعيق تسريب المياه. واخدين بالكم من فكرة السدود؟ فاحنا بنبني بانفسنا سدود على انهار انسكاب الروح القدس الماء الحي بسبب خطايانا وعمل قلب وعمل بصيرة. لما نبني السد ده روح الله القدوس ما يقدرش ينساب، فتجف الأرض، فتموت البزار، يجف الشجر فلا تثمر. قادرين تدركوا ان السدود اللي انتوا بنيتوها عبر التراكمات هذه الحياة، الغرف المظلمة والمغلقة في قلوبكم، ينبغي ان يدخلها الروح القدس ويطهرها النهاردة. عشان كده أصعب معوقات انسكاب الحب الإلهي هو حب الذات، هو جذر سام ضارب في أرض الشهوة ممتلئ بالكبرياء، ثمراته كلها مرة تداس بالأرجل، طمع، حسد، غيرة، انقسام، حقد، كرامة، كرامتي ده داس على كرامتي، حقد، بغضة، عداوة. وأخطرها الطمع، سماه بولس الرسول عبادة الأوثان. الطمع ده عبادة الأوثان، لأنه الطمع بيجعل النفس بدل أن تكون هيكلا للروح القدس يقدم وتقدم بواسطته ذبائح الحب، يصير هيكلا لروح الخبز تضحي فيه للشيطان ضحايا شهواتها. إما أن تقدم ذبائح الحب الإلهي
وإنكار الذات، أو تقدم ذبائح بأنك تضحي لكي يقدم الشيطان من خلالك ذبائح لهذا العالم. احنا عندنا مذبح واحد وهيكل واحد. الهيكل ده إما أنه يكون لله أو للشيطان. عشان كده أخطر شيء يعيق انسكاب الروح القدس هو الإزدواجية، هو أنك تبقى عملة مزيفة فيك. شفت العملة المزيفة؟ ليها مسيرها تتكشف. حتى لو خدعت الآخرين مدة هذا من الزمن، مسير الزيف والخداع ينكشف. كثير من الخدام وقعوا في خطايا جنسية فاضحة واتفضحوا على شاشات التلفزيون. عارفين ليه؟ لأنه عملة مزيفة. مسير الزيف ينكشف، مسير الهرطقات تنكشف، مسير الشهرة اللي حصلوا عليها تنكشف، لأنها لا تمجد الله. أحيانا أحبائي عمل روح القدس يبكي داخلي وينزف، لأني أرى أن كثيرين لا يمجدون الله. عشان كده عندما نصير في حالة حزن وتبكيت حقيقي على خطايانا، هي لحظة يسطع فيها نور المسيح، هي لحظة مختلفة تماما، لأنه عمل محبة المسيح أنه يبكتك ويسكب حبه فيك ويطهرك وينقيك ويكنس، يكنس كل التراب اللي جه في غرف قلبك وحياتك، ويعيد ترتيب البيت مرة تانية ويكون هيكلا للروح القدس. ما أجمل هذا التعبير الذي يقوله الروح القدس على فم الرسول بولس. أحبائي المشاهدين، أدعوكم من خلال برنامج عصر الآباء وشاشة الفضائية القطية أن نلتف جميعا حول هذه البرامج الروحية لتكون لنا معينا وزادا في رحلة الإيمان، رحلة الحياة. وأقول دائما ما زال عصر الآباء يتكلم وينبض لنا بالحياة. سلام المسيح معكم، وأراكم بمشيئة الرب في حلقة أخرى وبرنامج حلقة جديدة من برنامجنا عصر الآباء يتكلم. سلام المسيح مع الجميع.